صباح الخير، مرحبا بجميع ضيوفنا الكرام، مرحبا بالسادة الصحفيين في هذه الندوة الصحفية اللي باش يتم خلالها الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ليوم 24 ديسمبر 2023، وكذلك استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. بعد الاستماع إلى النشيد الرسمي باش يتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر تقديم آخر مستجدات واستعدادات الهيئة للاستحقاق الانتخابي والإعلان كيف ما ذكرت على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية. والآن أدعوكم إلى الوقوف إجلالا للنشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة المشاهدين على القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تخصصها الهيئة لعرض الحصيلة النهائية للترشحات لانتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023، واستعدادات الهيئة لبقية المسار الانتخابي. كما تعلمون وتبقى قرار الرزنامة المصادق عليه، يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا يوم 28 نوفمبر، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 31 جديد من القانون الانتخابي الذي ينص على ضرورة مصادقة مجلس الهيئة على القائمة النهائية ونشرها للعموم، وهذا ما تم فعلا منذ قليل حيث التأم مجلس الهيئة وصادق بإجماع أعضائه على القائمة النهائية للمترشحين لأعضاء المجالس المحلي. كما تعلمون، فعند انقضاء فترة قبول الترشحات سجلنا في البداية 7777 ملف ترشح. قامت الهيئات الفرعية بالبت في تلك الملفات، وتم رفض 543 مطلب ترشح لوجود نقص في الوثائق أو نقص في الشروط القانونية. كما تم تسجيل انسحاب 29 مترشح، ولم تفضي النزاعات القائمة في المترشحين لإلغاء أو إضافة أي ترشح جديد. بالتالي فإن الحصيلة النهائية والرسمية لعدد المترشحين لانتخابات المجالس المحلية هو 7205 مترشح بصفة رسمية ونهائية، منهم 6177 مترشح للانتخابات المباشرة و1028 مترشح لقرعة حاملي الإعاقة. بهذه المناسبة أود أن أوضح مسألة على غاية من الأهمية تهم المترشحين من حاملي الإعاقة. طبعاً القانون الانتخابي ميزهم إيجابياً بمقعد مخصص لهم في كل مجلس محلي، وهو مقعد يعني يتم اعتماد القرعة للوصول إليه. نؤكد على أن حاملي الإعاقة بمجرد وصولهم إلى عضوية المجلس المحلي، طبعاً هو يصبح عضو مجلس محلي كبقية الأعضاء، وله حق المشاركة في قرعة تمثيل المجلس المحلي في المجلس الجهوي
وأيضا في قرعة رئاسة المجلس المحلي ورئاسة المجلس الجهوي، وله أيضا الحق في الترشح لعضوية مجلس الإقليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. بالتالي لديهم كل هذه الحقوق بالمساواة مع بقية المترشحين. طبعا انقضت فترة النزاعات في القائمة الأولية للمترشحين، كنا سجلنا 58 طعن في القائمة الأولية للمقبولين، وتم استئناف 6 أحكام ابتدائية، وكانت مآلات الطعون كالآتي: تم طرح 4 قضايا، وتم الحكم بالرفض شكلا في 91 قضية، وتم الحكم برفض بقبول شكلا ورفض أصلا في طعنين، وتم قبول طعن وحيد فقط شكلا وأصلا، والقضاء بتغيير ترتيب المترشح بالهيئة الفرعية بالساقس 2. خلاصة القول أن كل الطعون وعددها 58 تم رفضها إما شكلا أو أصلا، إما ابتدائيا أو استئنافيا، ولم يقع أي إضافة أو أي يعني تنقيص في عدد المترشحين، فيما عدا حالة وحيدة فقط تم تغيير ترتيبها في الهيئة الفرعية بأصفاقس 2. وطبعا بالنسبة لعملية الترشحات التي قلنا أنها أفضت إلى قبول 7205 مترشح، فيهم شباب دون 35 سنة بنسبة 22.1%، وفيهم إناث بنسبة 13.3%. من ضمن المترشحين طبعا من هو مطالب بتجميع التزكيات، وقد تمكن المترشحون المقبولين بصفة نهائية من تجميع 308,850 تزكية. طبعا هذه التزكية تتعلق فقط بالمترشحين الذين يخوضون غمار الانتخابات بصفة مباشرة. تلاحظون التزكيات فيهم 36.8% تزكيات شبابية من الشباب دون 35 سنة، و 50% من المزكين هن من الإناث. وتلاحظوا لنا نتيجة التناصف الذي فرضه القانون في التزكيات للمترشحين. طبعا بالنسبة للعدد الجملي للناخبين المعنيين بانتخابات المجالس المحلية يوم 24 ديسمبر في تونس، على اعتبار أن الناخبين بالخارج غير معنيين بطبيعة الحال بانتخابات المجالس المحلية، عددهم هو 9,079,271 ناخب، فيهم 33.1% من الشباب دون 35 سنة. وطبعا السجل الانتخابي كما تعلمون هو مناصفة بين النساء والرجال، بل النساء أكثر بقليل من الرجال بنسبة 51% بالنسبة للإناث و 49% للذكور. من المفيد أيضا القول والتأكيد مرة أخرى على أنه عملية الترشحات أفضت إلى أنه إن شاء الله جميع المجالس المحلية وعددها 279 مجلس محلي سوف تتركز دون استثناء. ثم أكثر من ذلك، جميع المجالس الأخرى، المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجالس الوطنية، المجلس الوطني جهات الأقاليم، سوف تتركز طبعا وبدون أي شغور. لن نشهد أي شغور في مقاعد المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي المجلس أو الغرفة الثانية سوف تنعقد إن شاء الله بجميع أعضائها عددهم 77، ولن تكون فيها أي مقعد شاغر في تلك الغرفة وفي ذلك المجلس. كيف كيف من المؤشرات الإيجابية أنه أكثر من 90% من الدوائر الانتخابية، ولنا نقصد العمادات، فيها ترشحات تعددية من 2 فما فوق. وأيضا ننتظر طبعا أنه الدورة الثانية سوف يمر لها طبعا المترشحين الفائزين في كل دائرة بأكثر عدد من الأصوات، لأنه نظريا الدوائر اللي فيها زوز مترشحين فقط سوف تكتفي بالدور الأول. ثم إذا كان فما أحد المترشحين في الدوائر الأخرى فاز ب 50% زائد 1 من الأصوات في تلك الدائرة، طبعا دائرته لن تمر إلى الدور الثاني. فننتظر أنه
54 من الدوائر الانتخابية تقريبا نصفها سوف تمر إلى الدور الثاني كحد أقصى، يعني أقصى عدد من الدوائر التي سوف تمر إلى الدور الثاني هو 1148، تجد تكون أقل. علاش أقل؟ لأنه قد يكون فيها أيضا دوائر تمكن أحد المترشحين فيها من الفوز بنصف الأصوات، ولكن إن شاء الله سوف يتم تنظيم دورة ثانية تشمل فقط 54% من الدوائر، يعني وتشمل تقريبا نصف الدوائر وطبعا نصف الناخبين. من المفيد أيضا أنه في إطار الحديث عن استعدادات الهيئة لبقية المسار، الكل يعلم أنه ننطلق بعد أيام قليلة في الحملة الانتخابية لتنطلق يوم 2 ديسمبر، وأنه تبقى للرزنامة عملية التحيين والتثبت لا تزال مستمر وهي تتواصل إلى يوم 8 ديسمبر. وطبعا الهيئة أتاحت كل إمكانية التثبت للناخبين وإمكانية التحيين عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف دياز، وأيضا عبر إمكانية التحيين عن بعد بموقع توانسة.إيزي.تيان، والتحيين بالاتصال المباشر بالأعوان الموجودين، الأعوان القارين الموجودين في كل تقريبا المقرات البلدية والمعتمديات والأعوان المتنقلين. حصيلة هذه كل العملية إلى حد ليلة البارحة سجلنا 680671 عملية تحيين، وسجلنا 2,327,918 عملية تثبت. إن شاء الله كل العمليات الانتخابية سوف تكون موجودة في كل المراكز بالتوقيت العادي، لأنه قبل كان فما بعض التوقيت الاستثنائية في المراكز اللي في المناطق الحدودية أو الجبلية لاعتبارات أمنية. ثم أيضا هناك معطى جديد هو أنه بالنظر إلى صغر وضيق الدوائر قد تكون هناك بعض العمادات اللي ما فيهاش مدارس ابتدائية، فمش نحلوا مراكز اقتراع في مؤسسات عمومية أخرى، قد تكون مكاتب بريد، مستوصفات صحة، بعض المقررات التابعة لمندوبيات الفلاحة أو الشؤون الاجتماعية إلى غير ذلك، بصفة استثنائية في العمادات التي ليس فيها مراكز اقتراع عادية، يعني ما فيهاش مدارس ابتدائية أو إعداديات، وفي حالات قليلة جدا سوف يكون هناك خيمة كمركز اقتراع في بعض أيضا المناطق النائية، والخيمة هذه سوف تكون طبعا يعني مش توفرها إن شاء الله وزارة الدفاع الوطني، باش تكون كخيمة تحتضن مركز اقتراع في مناطق قليلة جدا ونائية وما فيهاش حتى إمكانية لوضع مركز اقتراع في بناية حكومية كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. حسب التوزيع الناخبين على المراكز نحب نقولوا أنه فما أكثر من 98% من الدوائر الانتخابية تحتوي على أقل من 5 مراكز اقتراع، وعدد هام جدا وملفت، يعني كنقول 98% من العمادات فيها أقل من 5 مراكز اقتراع، يعني فيها أقل من 5 مدارس. هذا يراه مش سهل عملية الملاحظة بالنسبة للمترشحين، لأن المترشح في دائرة مطالب أنه يوفر ممثل له في كل، على الأقل في كل مركز أو في كل مكتب، فلنا تلاحظوا أنه ينجم المترشح بسهولة أنه يتمكن من توفير على الأقل 5 من ممثليه باش يحضروا عملية الاقتراع والفرز في هذا الكم الكبير من الدوائر الانتخابية، واثنين فقط بالمئة من الدوائر تحتوي على أكثر من 5 مراكز. بالتالي ننتظر إن شاء الله أنه مش يكون فما عدد ممثلي المترشحين يتراوح بين 15,843 وقد يصل إلى 40,382 ممثل مترشح. طبعا ممثلي المترشحين لنا هما عندهم اعتماد وفما شروط قانونية ليتم قبولهم في مراكز ومكاتب الاقتراع باش يحضروا العملية من أولها إلى آخرها، ويكون عندهم بطاقة اعتماد صادرة عن هيئة الانتخابات. أيضا لنا وفي تيسير للمترشحين اللي هما مترشحين موجودين في العمادات خاصة، قامت الهيئة بتقريب خدمات تقديم مطالب الاعتماد على مستوى مكاتبها بكل المعتمديات، يعني نزلنا من المستوى المركزي إلى المستوى الجهوي ثم إلى مستوى معتمدية، فلنا دعوتنا للمترشحين الكل إن شاء الله 7,205 وطبعا حامل الإعاقة لمن يرغب في أنه يتحصل على الاعتماد أنه يقوم من الآن بإعداد ملفات الاعتماد متاعهم
واختيار ممثليهم بمكاتب الاقتراع، ويمكن له أن يتصل بالإدارة الجهوية أو بالمنسق المحلي اللي هو موجود في كل معتمدية وفي كل مقر معتمدية اللي هو يمثل الهيئة وينجم يسهل له العملية ويقدم له كل الإيضاحات حول كيفية يعني الحصول على الاعتمادات. وضعت الهيئة أيضا برنامج تكويني لفائدة ممثلي المترشحين من خلال ملتقيات جهوية إن شاء الله في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، بشكاك كل ممثل مترشح يعرف ما له وما عليه، شنية حقوقه وشنية واجباته كملاحظ أو كممثل مترشح داخل المكتب وداخل مركز الاقتراع، وطبعا يتم تكوينه حول تلك الضوابط اللي فيها شروط وإجراءات وفيها ضوابط محددة بمقتضى القوانين الانتخابية. كما أتاحت الهيئة خدمات تقديم مطالب الاعتماد بالنسبة للصحفيين ومكونات المجتمع المدني بمكاتبها بكل معتمدية، وهذا في إطار تقريب الخدمة أقصى ما يمكن للمترشحين أن نوصلوا له في كل معتمدية اللي هي عددها 279 معتمدية في كامل أنحاء الجمهورية. المطالب الاعتماد التي وصلتنا والتي قبلت إلى حدود يوم أمس هي 3165 مطلب اعتماد يتوزع على 900 صحفي و2265 ملاحظ، وبدورهم بالنسبة للسادة الصحفيين فما 842 صحفي محلي و58 صحفي أجنبي، وبالنسبة للملاحظين فما 2225 ملاحظ محلي و40 ملاحظ أجنبي، مع الإشارة مرة أخرى والتأكيد مرة أخرى أنه الهيئة لم ترفض أي ملف اعتماد. يعني كل جهة تقدم ملف اعتماد مستوفي للشروط والوثائق راه الهيئة تقبله، سواء كانت جهة إعلامية أو ملاحظين وطنيين أو دوليين، ما رفضنا حتى مطلب. بطبيعة الحال فما بعض المطالب اللي قد تكون منقوصة من بعض الوثائق، هذيك يتم مطالبة الجهة باستكمال تلك الوثائق، ولكن يجب التأكيد والتنويه أنه الهيئة لم ترفض أي مطلب اعتماد إلى حد هذه اللحظة. في الختام نحب نذكر ببعض المسائل الهامة خاصة للسادة المترشحين، مع تمنياتنا لهم إن شاء الله بالتوفيق في الحملة الانتخابية، واللي هم تلقاوا تكوين يعني من طرف أعضاء مجلس الهيئة، ويبدو أن عندهم إحاطة توا بكل مقتضيات الحملة، الضوابط والشروط إلى غير ذلك. أولا أخذا بخصوصية هؤلاء لأنهم هم مترشحين في عمادات ومعتمديات، فالهيئة عملت مجهود لنا خاصة مع وسائل الإعلام الوطنية وخاصة مع التلفزة الوطنية ومشكورة على ذلك، أنه مش تحاول وسائل الإعلام تواكب الحملات الانتخابية في المعتمديات، يعني مش تكون عمل مواكبة ميدانية في المعتمديات، وهذا مجهود كبير يتطلب الأمانة من الهيئة أو من مؤسسات الإعلام وخاصة من التلفزة الوطنية. ولقينا أنه برشا مترشحين طلبوا هذا الشيء لأنه فما صعوبة كبيرة للتنقل لمقر التلفزة الوطنية بتونس العاصمة وتسجيل حصص التعبير المباشر التي لا تدوم إلا ثلاث دقائق، فباقتراح منهم وبتداول مجلس الهيئة قررنا أن نغيروا الاستراتيجية تغطية الحملات من تغطية مركزية في استوديوهات التلفزة الوطنية في إطار شكل حصص تعبير مباشر كلاسيكية اللي تعرفوها، اللي أولا مدتها قصيرة وتكلفتها باهظة ثم تطلب تنقل من الجهات إلى العاصمة، وهذا لا يتسنى للأمانة لكل المترشحين اللي هما خاصة موجودين في أماكن نائية في وسط الجمهورية وجنوبها. فارتأينا أنه مش يكون فما مواكبات ميدانية، إن شاء الله تغطي كل المعتمديات، إن شاء الله مش يكون فما حضور للتلفزة والإذاعة في 279 معتمدية، أخذا باعتبار هذه الخصوصية. الأمر الثاني المهم اللي نحب نشيروه هو أنه البارح تم المصادقة على أمر سقف الإنفاق من طرف مجلس الوزراء، وإن شاء الله سيتم نشره في الأيام القليلة القادمة. هذا الأمر يتبعه مباشرة منشور للبنك المركزي، وإن شاء الله زاد الهيئة سوف تقوم بنشر جدول يحدد الأسقف لكل عمادة، يعني كل مترشح إن شاء الله توا كيف يهبط الجدول نتاع الهيئة مش يتم نشره في كل المواقع، مش يلقى العمادة نتاعو الدائرة الانتخابية نتاعو، مش يلقى سقف الإنفاق نتاعو، باش يعرف قداش عنده الحق يصرف، إلى أي مدى ينجم يصرف. والأسقف هي أسقف طبعا يعني تراعي خصوصية هذه الانتخابات، لأن انتخابات في عمادات صغيرة من حيث الامتداد الجغرافي ومن حيث عدد السكان وعدد الناخبين، فالأسقف سوف تراعي كل ذلك، ولكن هذا مش يكون فيه أمر تم المصادقة عليه وتم أخذ رأي الهيئة فيه طبعا،
ومش يكون في شكل جدول تفصيلي باش المترشح يلقى المعلومة مباشرة اللي تعني العمادة متاعه قداش فيها سقف انفاق انتخابي ولنا سقف الانفاق الانتخابي. مرة أخرى نقولوا سادة المترشحين، راه التمويل فقط في الحملة الانتخابية من التمويل الذاتي والخاص في حدود ذلك السقف اللي مش يتحدد توا بالأمر وبالجدول الذي سوف تنشره الهيئة. وأيضا هم مطالبين بفتح حسابات بنكية أو بريدية واحدة، وللأمانة كان عندنا تنسيق كبير مع البريد التونسي خاصة ومع البنك المركزي التونسي ومع البنوك الأخرى أنه تسهل إجراءات فتح هذا الحساب، فما نخافوش من الإجراءات هذه، راهي إجراءات مبسطة ما هيش حسابية بالمعنى المالي أو بالمعنى يعني المتعارف عليه، هي مسك دفاتر ومسك هذا الحساب، والإنفاق يكون يعني موارد ذاتية أو خاصة في حدود ذلك السقف، والإنفاق خلينا نقول يتم بالوسائل القانونية، فقط إذا تجاوز 500 دينار يجب يكون فما ترسابيليتي متاع فيرمو بانكير أو مثلا من هذا القبيل. فالمترشحين الكل أي استفسار في هذا الموضوع، وكنا احنا حاولنا أن نقدم لهم أكثر معلومات في هذا الجانب، رأوا على ذمتهم أعضاء الهيئة الفرعية في الولاية متاعه والمنسق الجهوي متاع الهيئة في الولاية متاعه، أكثر من ذلك على ذمتهم منسق محلي موجود في مقر المعتمدية. كيف ماذا بينا السادة المترشحين يزوروا موقع الهيئة www.easy.tn، وخاصة يزوروا صفحتها لأنه كل المعطيات تنشر ومحينة على الصفحة، وإذا كان مازال عندهم استفسار فما إمكانية الاتصال بالموزع الهاتفي 1814، بحول الله نحن على ذمتهم الكل باش نعطيهم المعلومة الصحيحة والدقيقة، وباش كيك إن شاء الله يخوضوا حملة انتخابية ناجحة نظيفة وخالية من المخالفات.